إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم الاخوان، اهلا رجعنا لكم من جديد. عاود بعد ما مشى السي عبد الطيف ومشى في حاله، دابا حاليا غادي نعطيهم خل ديال الحانوت اللي شريتيهم. ها هو خل، يعني خل رخيص 4 دراهم القرعه، ماشي شي حاجه كثيره. ان شاء الله دابا غادي نفرش لهم واحد شويه ديال الانشارات الخشب. ما متوفرش دابا التبن، ولكن غنفرش لهم انشارات الخشب. انشارات الخشب معروفه انها تتمص الرطوبه، وهي جيده للفراش ديال الدجاج، خصوصا في السيسان في السن هذا. اما اذا كانوا سيسان صغار يعني عمر ديال اليوم، فمن الافضل حتى اذا كانت نشر الخشب تكون يعني اوراق يعني كبيره، ما تكونش ديك نشر الخشب اللي هي رقيقه بزاف اللي فيها الغبره. نشر الخشب اللي هي كبيره، واذا ما توفراش ممكن نستعملوا التبن اللي تكون الحبوب ديالو ناعمه. دوك الاواد ديالو تكون اواد ناعمه، ماشي اواد غليظه بزاف، تكون مزيان ليه. بالنسبه للرجلين ديالو تيكونوا رقاق وضعاف باش ما يتقبوهمش ليه. اولا اذا كانت نشرات الخشب اللي هي اعواد ولا اوراق سميكه وغليظه فهذا جيد. المهم غنفرش لنا دابا حاليا المتوفر عندنا اللي هو نشرات الخشب ان شاء الله. وكما قلت لكم هذه البيت هذا غير مؤقت، ما غاديش يبقى دائما، يدوز واحد اليومين ثلاث ايام هنا ان شاء الله باذن الله تعالى، وغادي ننقلهم لبلاصه اخرى باذن الله. دابا كما قلت لكم غنفرش لهم نشرات الخشب، وبقاو معنا وغنوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديال المضاد ديال الخل اللي غادي نعطيهم. خل عادي 4 دراهم، ما متوفرش دابا حاليا خل التفاح، غادي نعطيهم هذا الخل العادي. يلا يا اخوان بقاو معنا، وتحياتي لكم. بالاشاره على الفلوس العمر ديالو هو 50 يوم، 50 يوم راه جيد دابا حاليا. ما كايناش نديرو ليه السخونية ولا يحتاج زعما السخونية بزاف، شوية وصافي. يلا الإخوان بسم الله على بركة الله. ربما تسألوا علاش غادي نوضع هذه فوق من الوكالة، خاصها تكون أثقل من هذه. دابا حاليا الوكالة خفيفة، يقدر يطلع فوق منها الفلالوس يطيحوها، أنا حاول نتقلها بهذيك باش حتى يطلعوا فوق منها ما يطيحوهاش. بالإضافة أنهم إلا بغاو يطلعوا فوق منها ويباتوا فوق منها ما يوسخوهاش، يعني ما يوروش فيها هذوك الفضلات ديالها. هذه هي الطريقة الإخوان اللي تنفرشوا بها النجارة ديال الخشب ولا التبن. علاش أنا تنديروا نشرة الخشب ولا التبن؟ اول شيء تسخنهم تعطيهم الدفء من الارض. ثاني شيء تجي سهله في التنظيف، تكون سهله في التنظيف، يعني الا كانوا مثلا الوساخ والفضلات كثيره ما تخسر عليهم والو، غير تشطب تكرط بواحد الكراط صافي، لا غير تجر كل شيء بلا ما دير لا مال ولا صافي. دير الماء ولا تسيق ماشي مشكل، ولكن التكراط افضل. وديك الساعه ممكن دير الجير، انا بحال باش الجير لاخر كيما قلت لكم هذا غير مؤقت، غير غندير نجيرو. لا مشي ديتهم الجهه اخرى ان شاء الله، غادي نجير المكان اللي غادي يكونوا فيه. لاحقاش الجير قاتل البكتيريا، قاتل الطفيليات، يعني تيسخن عاود قاتل لبعض الميكروبات. هو الجير بمثابه التعقيم، معقم جيد لعناصر الدجاج. المهم يا اخوان دابا حاليا بقينا غير نعطيهم شويه ديال الخل ديال التفاح، في خل عفوا الخل باقي غالب هي خل ديال التفاح، لاحقاش نستعملو. غندير لهم شويه ديال الخل في الماء ويشربوه يعني كبديل، ليس كبديل 100%، وانما كبديل المضاد السموم اللي غادي نجيبوه غدا ان شاء الله باذن الله تعالى ونعطيوه لهم. يلا الاخوان تبارك الله عليكم، بقاو معنا غادي نعطيوهم دابا الجرعات اللي خاصه من الخل في الماء. يلا الاخوان تبارك الله عليكم. المهم الاخوان كما قلنا لكم
نوريكم الجرعه اللي غنديروا في الماء. هاد الشرابه اللي تهز 8 لتر ديال الماء. هذا هو الخل بذات الله. تيخصنا واحد السيران الفا، نجيبو شي كاس باش نحوض هاد الخل فرمانا. جبنا كاس غنصبو فيه الخل جبدنا غير شي شوية مغاديش نحتاجو بزاف. هادي الحقنة غادي نعبرو فيها سنتيم، ولا غنقدرو نديرو جوج سنتيم، جوج سنتيم كافي. على جوج سنتيم لحقاش التركيز ديال هذا الخل هذا قليل ضعيفة. أما إذا كان خل التفاح يعني حر أصلي ما غاديش ندير جوج سنتيم بزاف، غنديرو غير شي شوية لحقاش التركيز ديالو عالي. دابا حاجة غنستعملو هاد الخل عادي، غنديروها جوج سنتيم كافية. بسم الله جرو كافية. شاهدنا هنا بنا 8 لتر، كل جوج سنتيم في طبق واحد. جوج ثلاثة أربعة، نقدر نزيدو واحدة. عندنا غير سنتيم في طروبالة كافية كافية، الله يجعل البركة. مكتلوش لحقاش غدا إن شاء الله بإذن الله غادي نعطيوهم غدا السموم، وما كاينلاش نكتلو ليهم دابا الخل. نسدو الشرابة بسم الله. الشرابة ديالنا تسدات، نمشيو دابا نغلوها في المكان ديالها اللي هو معروف. بسم الله عيب شوية نحاول الماء ما يسقطش في الكرة. بسم الله الشرابة ديالنا معروفة. علاش أنا عليت الشرابة على الأرض ما خليتهاش من في الأرض مباشرة؟ لحقاش دابا درنا نجارة، والنجارة غتبقى تلاح فوق، نبغيكم تشوفوا النجارة غتبقى تطلع فوق في الماء وغادي توسخوها يا عمر. المهم الاحسن غنرفعها واحد شويه على الارض كما قلنا، حتى الوكاله يرفعها على الارض. وهذه هي الحلقه ديالنا، وما تنساوناش من الدعاء ديالنا ان شاء الله تعالى. غادي نشارك معكم اي حاجه مع هذا الفلوس ومع الضيف الجديد ديالنا اللي غادي يدخل الحظيره باذن الله تعالى. سي علي، سي علي المساعد الرسمي والمساند الرسمي ديال القناه اللي سمات بالاسم ديالو دواجن ابو علي. قول سميتها دواجن ابو علي. قول تحياتي للمشاهدين، قول شي كلمه للمشاهدين. تحياتي للمشاهدين قناه دواجن ابو علي. وشنو غنطلبوا منهم؟ ها شنو غادي نطلبوا منهم؟ اللي ينضموا معنا القناه دواجن ابو علي، وينضموا هذه العائله ان شاء الله راه كبرات والحمد لله رب العالمين. دواجن قناه دواجن ابو علي بدات تكبر، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ديالكم نتوما اخواني الكرام. فما تنساوناش من صالح الدعاء ديالكم، والله يجزيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.